أهلا بكم من جديد. ألقت قوات رساليون للحشد الشعبي القبض على خلية لداعش الإرهابي خلال عملية أمنية في قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين. مصادر مطلعة قالت أن قوات اللواء 31 من الحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات بيجي نفذت عملية أمنية في منطقة البجواري التابعة لقضاء بيجي واعتقلت الخلية المكونة من 5 مطلوبين والذين كانوا يقومون بتفجير العبوات الناسفة على طريق بيجي بغداد في محاولة منهم لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة صلاح الدين.